قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر بحرمة الدماء المسلمة، حرمة الدماء التي انتهكت في مصر وفي سوريا وفي بلاد المسلمين. أذكر بقول الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأذكر بقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وكذا أذكر بقوله تعالى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وكذلك بقول الله سبحانه وتعالى في ابن آدم الأول الذي قتل أخاه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كذا يجدر التنبيه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتذكير به، ألا وهو قوله عليه صلوات الله وسلامه: لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومن أكبر الكبائر كما لا يخفى قتل نفس مسلمة بغير نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وإذا كان النمام الذي يسعى بالنميمة بين الناس يعذب في قبره، فما ظنكم بالذي يقتل نفسا مؤمنة بغير حق؟ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فنسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. وإلى الجند السوريين أذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأذكرهم بعدم الامتثال لقادتهم الذين يسعون في الأرض فسادا ولا يلوون على نفس مسلمة، فسفكوا الدماء هنالك وروعوا الآمنين ويتموا الأطفال ورملوا النساء. فاللهم عليك بهذا الجهاز الحاكم الذي يقود سوريا الآن إلى هاويتها ويسفك الدماء ولا يلوي على عهد ولا على ذمة ولا على شهادة أن لا إله إلا الله. نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. هذا وإلى أسئلة قصيرة، إلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. يقول السائل: أسأل عن حديث أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر، هل ثبت هذا الحديث؟
الظاهر والله أعلم أنه يحسن، وبالله تعالى التوفيق. تقول امرأة إنها طلقت مرتين من زوجها، كل مرة عند المأذون وفي قسيمة طلاق، طلقت ثم انصرف لشأنه وانصرفت لشأنها، ولكنها لم تتزوج فرجعت إلى زوجها مرة أخرى وأيضا طلقها مرة ثانية عند المأذون وأيضا تراجع بعد مدة ولم تكن تزوجت، ثم إنها طلقت تطليقة جديدة، هل تحسب هذه التطليقة مكملة للتطليقتين؟ وتكون عدد التطليقات 3 تطليقات ولا تحل للزوج، أو ماذا تصنع؟ أقول وبالله تعالى التوفيق بهذا التوصيف المذكور، فإن هذه المرأة لا تحل لزوجها، لأن الله قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبالله تعالى التوفيق. تسأل السائلة عن الحناء التي على اليد، هل تحجب الوضوء أم ماذا؟ أقول الحناء المعتادة لا تأثير لها على صحة الوضوء، فالوضوء صحيح وإن تحنت المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا امرأة تسأل عن كونها في عدة من وفاة الزوج، واكتحلت، هل عليه إثم بهذا؟ أقول وبالله التوفيق، إن المعتدة من وفاة الزوج لا تكتحل ولا تتطيب، فإن كانت فعلت ذلك جاهلة فعليها الاستغفار والعمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، أنا عندي بنتي متجوزة بقالها سنة تقريبا، وجوزها حلل، يعني كشفت، هي طلع العيب مش عندها، فجوزها حلل فطلعت ان هو ما عندوش حيوانات منوية خالص، فاللي زاد بقى وغطى اكتر ان هو حلل الذكورة، لقى برضك ان يعني اقل من النص ضعيفة، فدلوقتي من الناحيتين فتعمل ايه؟ تستمر ولا الامر يرجع اليها، ان ارادت ان تبقى معه بقيت معه، ان ارادت ان تفارقه فارقته، وليست شرع ودين كده، مش حرام لما لا ليس بحرام ان طلبت الفراق، ليس بحرام، الامر في شأنها واسع، بارك الله فيك. ايضا سائلة تسأل عن كونها تقدم لها رجل لخطبتها ورآها، وخرج هذا الرجل وقال سأستشير وأستخير، وهي أيضا قالت سأستشير وأستخير، ولم تبدي له موافقة ولم يبدي لها موافقة، هل في هذه الحال يجوز لشخص آخر أن يتقدم لها لرؤيتها أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، الخطوبة بالتوصيف المذكور لم تتم، لم يحدث ركون من الولد ولا من البنت، ولم تحدث موافقة من أهلها، فعلى ذلك
يجوز لغيره أن يتقدم ويراها؟ والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. حديث في أذكار الصباح والمساء: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني. الحديث ده صحيح؟ لا يثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: ينفع استخدام معجون الأسنان أثناء الإحرام؟ استخدام المعجون يتقى إذا كانت به رائحة نفاذة، أما إذا لم تكن به رائحة نفاذة فلا بأس به. أن المرأة ممنوعة أو المحرم ممنوع من الطيب، فإذا كان به طيب فيمنع. طب السواك ينفع؟ نعم. السواك؟ نعم السواك لا بأس به. طب السؤال الثاني: ينفع استخدام الأوراق المناديل اللي هي المعطرة المبللة دي؟ هذه تحمل طيبا يا أختي، ابتعدي عنها وأنت محرمة. شكرا، بارك الله فيك. أقول بالله تعالى التوفيق: وإن سأل سائل عن الدليل والمستند لجواز تقدم شخص لخطبة فتاة وقد رآها غيره ولم تبدي الموافقة ولم يبدي الموافقة إنما في محل استشارة، فأقول المستند لذلك أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، تستشيره في ذلك، ولم تكن أبدت لهم الموافقة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. هذا المستند والله أعلم. ثم إن الخطوبة لم تتم بمجرد الرؤية، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، أنا طلقت 3 طلقات، منهم طلقتين صريحتين. الطلقة الأولانية خالص كانت زوجي بيتخانق مع والدي في التليفون، ونتاج لعصبيته شديدة قال له طب خلي بنتك عندك هي طالق. وبعد ما خلص وهزي قال أنا ما كنتش مستوعب، وبعدين بعت رسالة لي على التليفون وقال لي ما كانش قصدي أطلقك أصلا، أنا ما كانش، ده نتاج للعصبية. الطلقة دي وقعت ولا لأ؟ وقعت؟ نعم. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ذاهب إلى العمرة يسأل: هل يجوز أن أحرم من مكة أم يلزمني الإحرام من القاهرة؟ أقول: إذا كنت تقصد ملابس الإحرام تلبسها في القاهرة لكن الإهلال يكون من الميقات، فلا بأس بذلك أن تلبس الملابس في المطار أو في بيتك، لكن لا تقل لبيك اللهم لبيك إلا بمحاذاة الميقات، ولا يجوز لك إن كنت حاجا أو معتمرا أن تتجاوز الميقات بدون هلال ما دمت تريد العمرة أو الحج. أما الميقات فهي موقيت مكانية حددها النبي عليه الصلاة والسلام لمريدي الحج والعمرة. أهل مصر إذا مروا برابغ أو بالجحفة ميقاتهم الجحفة، أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، أهل اليمن ميقاتهم يلملم، أهل نجد ميقاتهم قرن المنازل. فهذه أماكن إذا مروا بها ألزموا بالإهلال إذا كانوا يريدون الحج أو العمرة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة حضرتك، دلوقتي شيخنا أنا لبست النقاب وتقدم لي ابن خالتي وقال لي خلي النقاب كده ما تلبسوش يعني وخليه خمار بس، رحت قلت له أنا أرضي ربنا وأرضي الناس، فهل يجوز أن
ساعة فرحي أخلع النقاب؟ لا لا لا، أمام النساء أم أمام الرجال؟ هو لو على اتفاق اتفاق فرح أو قدام الناس كلها؟ لا لا لا، لا يجوز أبدا. بارك الله فيك. يسأل عن السلام عليكم. يسأل عن حديث أفعبيوان أنتما، هل هو ثابت؟ نعم حديث، عفوا، حديث أفعبيوان أنتما حديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. ايوه يا شيخ مصطفى، انا كنت لو بندور على حاجه ومش لاقياها وقلت والله ان هي هنا وبعدين بصيت لقيتها، يبقى حلفان وجع. ليس عليك كفاره لانك انك مخطئه، والمخطئ الحالف خطأ ليس عليه كفاره. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عايز اخد رأي حضرتك في مشكلة حصلت عندنا في البلد. اتفضلي. حكم الدين. اتفضلي. دلوقتي المقابر بتاعتنا في البلد نزلت بمستوى اقل جدا من المقابر اللي جنبها، فطبعا عايزين يعلوها، فلموا من بعضهم فلوس وعملوا مقابر جديدة. طبعا اللي بنى المقابر بناها فوق المقابر القديمة، يعني مش على مستوى الارض. فعايز اعرف اولا حكم الدين في كده ايه؟ يعني هدمت المقابر القديمة وبنيت مكانها من جديد؟ لا يا شيخ، لم تهدم المقابر القديمة، اتبنت فوقها. فهل هذا يجوز؟ هذا بهذا التوصيف اللي انت وصفتيه خطأ، لكن ما الحامل لهم على ذلك؟ دلوقتي مش بيعرفوا يدفنوا دلوقتي في المقابر ديت اي حد الا مثلا لازم فعلة. ايوه، لماذا لم يهدموا المقابر القديمة؟ يعني البنا استسهل يا شيخ، يعني استسهل، قال يعني نعمل كده زي ما في مصر كده. ايوه، لكن انا قصدي اذا بنينا المقابر مرتفعه عن وجه الارض للضروره جاز هذا الصنيع للضروره، لان الارض ترشح مياه تؤثر على الجثث. لكن انا بقول لماذا لم يهدموا المقابر القديمه ويستخرجوا العظم اولا ويهدموها وبعدها ينشئوا مقابر جديده؟ طيب يا شيخ، هما دلوقتي اجتمعوا وقالوا ان احنا هنكسر السقف اللي ما بين المقابر الجديده والقديمه وهنلم العظم اللي جوه ونحطه في كيس كده في جنب لحد ما نهدم السقف ونلدم التراب شويه او المقابر شويه، يعني نخليها مقابر منها من الارض. لا حرج، لا حرج للضروره. بارك الله فيك. طيب يا شيخ، هما دلوقتي ان الجماعه مسكوا في بعض قالوا ازاي تهدوا السقف بتاع التراب على والدنا وكده، فمن فضلك انا عايز اعرف ايه الحكم في كده وايه اللي نعمله صح يعني. طيب، يستخرجوا العظام اولا برفق ولين، وبعد ان يستخرجوا العظام يهدموا المقابر وينشئوا مقابر جديده تتحمل الموتى الجدد، لان الموتى يريدون ان يدفنوا وليس هناك اماكن جديده. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أبو السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيله الشيخ مصطفى، عايز احكي لك حالي على التلفزيون. اتفضل. حضرتك، انا كنت في بدايه حياتي لا بصلي ولا بصوم ولا بعبد ربنا. في اخوه صالحين جنبنا نصحوني، وكانت مهنتي حلاق، فنصحوني ان ترك الصلاه كفر وان حلاقه الدقن حرام والحاجات دي كلها. بدات سنه ربنا يهديني الايمان والالتزام، حتى بطلت ان انا احلق دقن وبطلت انمص للرجال يعني او انتف او كده. حضرتك كمان التزمت بالدين، الزمت زوجتي بالنقاب مع انها كانت اول امراه في القريه اللي انا فيها اللي تعدادها 50,000 منتقبه. بدات احضر دروس دينيه لمشايخ انصار السنه الكبار زي المرحوم الشيخ صفوت نور الدين والشيخ صفوت الشوادفي، واسافر المنصوره من الشرقيه للمنصوره للشيخ محمد حسان،
واجل حضرتك القاهرة في المسجد اللي كنت بتخطب فيه شبرا، الكلام ده من 15 سنة اللي كنت بتدي فيه درس أسبوعي يا شيخ مصطفى. فحضرتك بعد الالتزام التام واطلاق لحيتي وامتنعت عن حلاقة الدقن وسبت مهنة الحلاقة تماما، أثرت طبعا ماديا على حياتي وكده، جيت ربنا كرمني وتوظفت. لكن الوظيفة اللي أنا اشتغلت فيها فيها معاملات مادية لازم الواحد يقع في الحرام، وإذا امتنعت عن المعاملات المادية ديت المرتب ما بيكفيش، وأنا عندي أسرة مكونة من 7 أنفس وما بمتلكش اللي هو المرتب بتاعي. خلاص بدأ قلبي يصد تاني، بدأ الزوجة تركب عليا تاني، بدأت المعاصي تعمل عليا تاني، بديت أكسل في الصلاة في العبادات، ممكن كبر تارك الصلاة، في سواد على قلبي، مش راضي عن نفسي، مش راضي تأثر على أهل بيتي والتزام أهل بيتي مراتي وولادي. فإيه الخلاص؟ خلاص وأنا حزين جدا على نفسي وحزين جدا من وضعي وخايف من ربنا وعايز ربنا يردني للإيمان وللإسلام والعبادة. اسمعني اسمعني من فضلك، وحالي دوت اسمعني، بدأوا التزام معايا، اسمعني لو سمحت، والصد التاني. بارك الله فيك، نسأل الله أن يفرج عنك كل هم وعن كل مسلم. أولا أذكرك بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبأن الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عليك بتقوى الله والصبر، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. وما هناك رجل مرت به الأمور طيلة حياته سالمة، والأيام دول يداولها الله بين الناس، يوم نحن في غنى ويوم نحن في فقر، ويوم نحن في عافية ويوم نحن في مرض. وكما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فعليك بالصلاة والدعاء والاستغفار، ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله، اني اقبل رأسك والله انت وكل العلماء. استغفر الله. بارك الله فيك، تفضل. ونرجو يعني انك تدعينا والله يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا وياكم، سهل امرنا. بالنسبة للموضوع العقد، موضوع العقد الزواج اللي هو طبعا القانون 18 سنة. نعم. وطبعا عملنا العقد 16 سنة وعملنا الإشهار في المسجد وكده، بس العقد مش مسجل يعني في المحكمة. نعم. فهل هذا جائز أم لا؟ هذا جائز، هذا جائز وحلال في ذلك. نعم. ورأي الشرع في ذلك؟ هذا جائز وحلال، وعلى الذين وضعوا هذا القانون أن يتوبوا إلى الله، فهو قانون باطل. قانون رفع سن الزواج إلى 18 عاما قانون باطل، واضعه آثم، قانون باطل مخالف لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومصادم للكتاب العزيز، ومساعد على الفاحشة عياذا بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعملك حلال، بارك الله فيك. وأهيب بإخواني أعضاء مجلس الشعب الجدد أن يسعوا جاهدين لإبطال هذا القانون الأثيم الذي هو رفع سن الزواج، ذلكم الذي يخول للفتاة أن ترتكب المحرم وللفتى كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. شيخنا حضرتك انا بسال على حكم الدبله. الدبله لم تكن شعارا للزواج على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم تكن الدبله شعارا للزواج في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخنا، أنا في حديث سمعت إنه في نهي عن اللي ينادي على شيء ضايع في المسجد أو كده،
بس في ساعات بيبقى ناس مثلا ام ابنها ضايع منها او واحد ضاع منه فلوس، فهو بيضطر يقول عليه في المسجد، او مثلا زي كنا بنصلي في مثلا الجمعه في مره، في واحد بعد الصلاه قال ان في زميل لينا اصيب في حادث وبيعمل عمليه مكلفه، فكانوا عايزين يجمعوا له فلوس، وقال الاعلان ده بعد الصلاه، فهل جائز ان احنا نعمل حاجه زي كده؟ وبرضه اللي يبحث عن ابنه تايه او حاجه ضاعت منه في جوه المسجد، ده جائز ولا لا؟ شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. فالنبي نهى عن نشد الضالة في المسجد. ففي القرى تضيع بطة، يقولون يا اللي وجد بطة يأتي بها، اللي يضيع له حمار، اللي يضيع له ولد، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما صورة التبرع بالدم ونحو ذلك فليست بداخلة في نجد الضالة، وإنما هي داخلة في التعاون على البر والتقوى، وكذلك التبرع بالمال أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن كونه خرج في الصباح وهو متعود أن يصلي ركعتين في الضحى فنسيهما، فهل له أن يصليهما بعد الظهر؟ نعم، يجوز له أن يصليهما بعد الظهر، والله أعلم. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة، وأن يسلم مصر وسوريا وسائر بلاد المسلمين من الملمات التي تلم بها، وأن يحقن دماء المسلمين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وإيماننا وأمننا وبلادنا وبلاد المسلمين، اللهم آمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.